باقي خلق
是那个人اذا متابعينا على قناه شوف تي في على هذا المباشر كما كتشوفوا دخلنا لواحد احد المطاعم اللي كيستعدوا دابا باش كي يقوموا بعمليه جمع الكراسي والمائدات باش كاين قرار ديال اللي صدر على الجميع على قناة شوف تي في أن صاحب محل هذا المطعم خبرنا وقال لنا بأنه إن شاء الله غادي هما يخدموا بخدمات أخرى، غادي تسد المطعم ولكن غادي يخدموا بلي كوموند يعني حتى طلبيات ديال المنازل ويوصلوا للديور. جميع المواطنين وجميع الناس اللي باش نحدوا من هذا انتشار الفيروس هذا اللي كاين حاليا في المغرب، وكنطالبوا من المواطنين حنا كمستخدمين ديال سلسله المطاعم الماجيك كنطالبوا من التزام بالبويوت ديالهم، وحنا هنا راه الاشاره ديالهم لجميع الطلبات المنزليه والطلبات المنزليه غيكونوا بالمجان، حنا كنطالبوهم باش يبقاو في المنزل ديالهم كما حنا معاهم ديما غنبقاو معاهم ديما حتى ما كنشوفوش بان عندكم واحد الضرر يعني لسبيتو هو الضرر على كل شيء، ماشي على المطعم ديالنا وعلى المطعم ديالنا، هو الضرر على كل شيء، ولكن اللهم لك الحمد حنا خصنا نكونوا كاملين يد واحده، الشعب المغربي كامل خصو يكون يد واحده باش نوقفوا من هذا الفيروس هذا، نحدوا من انتشارات الفيروس هذا. باش مزيان قصد إغلاق المقاهي معاه صراحة كما قلنا لكاع اللي التحقوا بنا بهذا اللايف هذا انه تا
تفاحنا بواحد المطعم لانه كما صدر القرار انه جميع المقاهي والمطاعم غادي اللي غادي تسد الا واحد المطعم هذا كيقول لنا صاحب المحل ديالو انه رغم ذلك وخاص غادي يغلقوا المقهى الا وغادي يخدموا بالخدمات الطلبيه ديال المنازل. يعني كاين الناس اللي كتبغي لي كوموند ماكله طلبها. شكرا على هذا اللوم. فيش الرجلة جواد الصحفي ديالنا ابي افلي عن الكورونا كتشوفوا متابعينا التحقنا بمقهى اخرى اليوم كذلك كيطبقوا نفس القرار اللي تصدر اليوم ان يغلقوا المقاهي المطاعم كيفاش كتشوف هذا القرار هذا اللي اغلاق المقاهي؟ هذا قرار مزيان الصراحه باش ما نوصلوش بحال الشيء اللي وصلنا ليه الطريق الصراحه. الناس ملقاهم تما تتعاون خصنا نتعاونوا على بلادنا فهمتني. اللهم نديروا مثلا هذا الاحتياط ديال الحمام ديال كذا راه مزيان باش ما نشوفها ينتشر نشر العدوى وهذا الشيء. راه القضيه راه ما اللهم بالاحسن شحال ديال ملقاهم خدموها خدموها خصوصا القرار اللي اتخذته. القرار مزيان الصراحه الناس كاع فرحانين واخا الناس مشات المغرب يضروا يعني الخدامه وكذا ولكن مزيان لان مزيان مزيان الحمد لله هذا الاجراء اللي دار حسن ما بقاش تولي العدوى وتولي المشاكل كثيره. يعني الفيروس هذا يقدر يقتل عباد الله لان القهوه كيجمعوا الناس الحمامات وهذه المسائل. لا لا الناس قبلوه راه قبلوه المغاربة الحمد لله راه قبلوه معلومات ونصائح حول مرض فيروس كورونا المستجد سارس كوف 2. فيروس كورونا المستجد سارس كوف 2 هو سبب جديد في أزمة شوف